اللهم صل على النبي، ارفع الشعار. وعندك واحد كماله للهانم، اتفضل يا باشا. يسلم ايديتك، هذا الكشري تبعكم بطير العقل قد ما طيب. بجد والله؟ والله العظيم. وانت ايه رايك يا عم جورج؟ اوتشن كوست. كتير طيب. هم لو جربتوني بقى في شويه مفتقه، عايز اعمل لكم مفتقه انا. ايه؟ مفتقه دي حاجه عجينه كده زي المربى بس تقيله قوي يعني تقيله. مع شويه فطير يا. ايه وين رايح؟ ايه؟ انت حضرت الاكل، جورج بده بالطاوله. لا ما يصحش برضه عمنا يعني. لا، هذا السيستم هون. كلنا لازم نتشارك بكل شيء. طب انا هخش اغسل ايدي بقى. Это зарплата за неделю. Отдай ему, пожалуйста. Нет, сделай это сам. Хамада, انت اليوم بصير لك اسبوع معنا. جورج بده يعطيك معاشك قبل ما يضب الطاولة ويشرب قهوته. مستعجلين على ايه بس يا مدام؟ ما تخلي عم جورج. نيت، انت تويتك. من يوم ورايح كل اسبوع بتقبض مصرياتك. شو بك يا حمادة؟ شكلك متضايق من أول ما أخذت راتبك، في شي؟ لا أنا تمام، مفيش حاجة. إذا في شي خبرني. أصلاً ما عندك حدا تحكي معه هون غيري. اللي أقوله ممكن يزعلك أو زعل عم جورج، وأنا مش عايز زعل حد مني. بصراحة ربنا يعني أنا حاسس إن أنا من ساعة ما كده عندكم حاسس إنكم أهلي. إذا عن جد حاسس إنه نحن أهلك احكي، شو بك؟ الأجر شوية يعني أنا متوقع حاجة تانية. أكيد حسبتها غلط. إزاي يعني؟ ما أنا بشتغل ليل نهار، من حق إن أنا أقفش أجري حاسس إن أنا راجل محترم. خلينا نفكر باللي قلته منطقياً ونحلله شوي شوي ونحكي فيه بالتفاصيل. ممكن؟ وإلا رح تضل أخذ على خاطرك وزعلك ما رح يخليك تفكر مظبوط. أولاً وهيدا أهم شيء، الاحترام ما خصه بالمصاري. الاحترام هو إحساس جواتك، شو بتشتغل وقديه بتطلع، هيدا موضوع تاني. يعني أنت عايزة تقنعيني إنك بتحترمي عمل البنزين أكتر من الدكتور؟ ما المفروض نفكر بغيرنا أو برأي الناس فينا، المفروض نفكر بحالنا بس. خلينا نتخيل سيارة إسعاف فيها مريض بين الحياة والموت، والسيارة ما فيها بنزين. بهاللحظة بالذات مين الأهم؟ الشخص اللي بده يحط بنزين بالسيارة ولا الدكتور؟ العيان. نعم؟ أنا فاهمك والله يعني، بس يعني برضو الناس بتبص للدكتور على إنه باشا. وهالشي ما رح يفرق لا مع الدكتور ولا مع الناس. خلينا ننتقل لنقطة تانية بكلامك. أنت عايش معنا بالبيت وعم تاكل من أكلاتنا، وإذا طلع عبالك حيلا شي مي عصير بتفتح البراد وبتاخد. يعني باختصار هيدا كله من أجرك، مش ببلاش ولا كرمال سواد عيونك. كده على الاكل والشرب والنوم مخصومه من اجري؟ نعم، هيدا كله من ورا شغلك، وهيدا الشيء لحاله يدعو للاحترام، مزبوط هيك؟ مزبوط. وترمة البنزين، انت عارف قد ايه عم نطلع باليوم، وعارف انه المكسب مش كتير. ما انا بشتغل زي زيك واحسن كمان. مزبوط، انت عم بتساعدنا انا وجورج، بس ما تنسى، المكسب عم يتقسم على ثلاثة، قبل كان يتقسم بس على اثنين. ايوه بس انا كنت فاكر ان الحوار يعني نمشي سكة ثانية. ده يايدو، بعتقد الصورة وضحت هيك. يا أولاد اللذينة، يعني خصمين حق النوم والأكل. حمادة، شو عم تعمل عندك؟ ببص على مكنة الغسيل دي، هي ما بتشتغلش. هي المكنة اشتروها جورج وماك تيصير في عنا خدمة غسيل سيارات، بس للأسف نقوها نوعية مش منيحة. ماك كملها وما نطر الشركة تيجي تظبطها وتشغلها. اجتهد يعني وركبها بنفسه. والنتيجة مثل ما شايف،
المكنة وقفت وما اشتغلت والشركة رفضت تجي تاخذها تسترجعها أو حتى تصلح لنا إياها، فسقطت كفلتها وبعدها حالة من وقتها. اللي ركبها حمار وعفياجي تعمل لها كتير دي؟ تعمل كيف يعني؟ شو بدها تعمل؟ يعني تمنها. تمنها كتير يا حمادة. نحن لما جبناها كنا مفكرين نكسب كتير، لا كسبنا والمصريات اللي حطيناهم عليها خسرناهم. بلاها هالقصة الحزينة، تعال ساعدنا الدنيا عم تشتب انا فوت الغراض. تعرف هالبيت كان كله حركة وحيوية بس كان ماك هون. فظيع هيدا ماك. دايما كان عنده افكار جديدة، ما كانت الغسيل هيدي كانت فكرته. هو عم جورجي ماله كده صح شايل عب قدر على راسه ليه؟ شو عامل؟ يعني متضايق او مخنوق. بس تجي سيرة ماكي بيتضايق. ليه وجرى له حاجة؟ شيك بالضبط. بالاول بلش يهمل طرمبة البنزين، وبعدين صار يعمل مشاكل مع الناس لأتفه الاسباب، لحد ما اكتشف جورج انه عم بتعطى كوك. خبر اسود. غلبان الراجل ده. طب ما فكرتوش يعني تجيبوا الواد ده تربطوه ترموه في اي اوضه يمكن يبطل، ولا حتى تدوم صحه ولا بلا ازرق؟ اكيد جورج جرب، صار يعمل معه مليون مشكل بالنهار لحد ما ماك جرب يتهجم علي ويضربني كرمال المصاري. ساعتها جورج شحطه. الله، محدش مرتاح. طب لما مؤاخذه مدام، بس اسالك سؤال، يعني المكنه دي ما حدش حاول يصلحها قبل كده؟ هي المكنه بتذكر جورج بماك وجورج بيكرهه. طب وايه علاقه المكنه بماك؟ معك حق، بس جورج انسان حساس يمكن زياده عن اللزوم، وانا ما بدي ضايقه فضلت انسى الموضوع واتجاهله. طب ما ينفعش تديني فرصه انا اجرب معها حظ كده، يمكن تيجي مع العمي طبط. انت بتفهمش عربي ولا ايه؟ هذا عربي؟ قصدي اقول لك يعني تلفق معايا. تلفق اهي. ايه هيك اوضح. مثل ما بدك، بس مش بوقت الشغل، والا رح اعتبر وقت ضايع. زود لي 2.5 على 1.5 بوصه. 2.5، حط 2.5 على المواسير. حط لي بقى لفتين سلك 5 ملي سويدي عشان يبقى محمل. لفتين سلك 5 ملي. مفتاح بتشيله بدل اللي بايظ ده يا عم جورج. حمادة أنا كتير زعلانة منك. في إيه بس يا مدام؟ وأنا عملت حاجة غلط؟ كان في اتفاق بيناتنا وحضرتك ما التزمت فيه ومعطل جورج كمان. فداش جنير بابا دايش لكو باربوتيتش. ما تصلوا على النبي يا جماعة. لما يكون في اتفاق المفروض انك تحترمه. لما اقول لك بعد الشغل يعني بعد الشغل، بعدين اعمل اللي بدك اياه. حاضر يا مدام، على العموم انا خلصت وعرفت انا عايز ايه. فداجي ستشان ساكونش شو جيل. فاهمين ان انا خلصت. انزا جونش الرابوتو. بايجي سيم اي برينسي فيو ايتا. ايتا فيبروشيني دزنجي، افريميا. يا براشو، ايجي سيم، راجي مينيا. تفضل. ايه هو انا جاي معاكي؟ ايه يا مدام، ان شاء الله تاني نسيتك ليه؟ شو هاي؟ متضايقه يعني زي عبد القادر كده؟ ايه شوي. اخس، لكون أنا السبب. حمادة أنت مش مهندس وما رح تقدر تصلح المكنة. شكلك ملكيش مزاج للموضوع ده. بص أنا أعمل نفسي بصلحها وأنت تقول لعم جورجي إن أنا طلعت كنافة، ويا دار ما دخلك شر، إيه رأيك؟ ليك أنا حاسة إنه الموضوع أخذ شكل كتير عاطفي مع جورج، وبعتقد إنه رح يزعل كتير إذا أنت فشلت بتصليحها. الكلام ده مش واكل معايا. والله ما فهمت ولا كلمة، شو قلت؟ وأنت هتتضايقي يعني لو المكنة دي صلحت؟ هيدي المكنة بتذكرني بماك،
وانا ما بدي اتذكر انسان هن وجرحنا بالكلام. صدقي ان انا اول ما شفتك يعني افتكرتك ناشفه كده وجامده، بس طلعت حساسه. ظهر ان انت ذكي، حساس كتير. ذكي اه، بس حساس دي بعيده قوي. في ناس كتير ما بتعرف حالها منيح، واضح ان انت واحد منهم. الاول انا كنت فاهم نفسي صح الصح، بس اليومين دول حاسس ان في خلاط عمال بيضرب في نافوخ ويقلب كل حاجه على بعض. بركي بقدر فهمك. يعني وانا في مصر ما كانش يهمني حد، كنت فاتح صدري للدنيا وخلاص، بس هنا يعني بقيت احس ان انا بخاف على زعل الناس، بخاف على زعلك، زعل عم جورج. يعني ما في داعي لهالكلام هيدا، انت عم تشتغل وبالمقابل عم تقبض مصرياتك. بشتغل بس مش بشتغلك، مش مصدقاني؟ تعودت ما صدق الكلام بس الفعل. خلينا نمشي.